حينما تقدم لك الأيدي الناعمة أدبا ساخرا، أدبا ظل قاصرا على شريحة كبيرة من الكتاب الرجال ومن الكتاب الشبان في الفترة الأخيرة، حينما حاولوا أن يتعرضوا للكثير من القضايا التي تهمهم وقضايا تعيشها مصر ويعيشها المواطن المصري الغلبان والبسيط. قرينا كتير مع الولد الشقي، مع الأستاذ محمود السعدني، قرينا كتير مع يوسف عوف، قرينا كتير من خلال تعليقات أحمد رجب على رسوم مصطفى حسين. الأدب الساخر هو أدب يتحلى دائما بالقناع وبالنكتة لكي لا نلتحم بشكل مباشر مع أشياء أخرى. لا مؤاخذة، يا مصر كتاب أو أول كتاب تصدره وتقدمه أماني موسى ككاتبة ساخرة من خلال هذه العناوين التي سنتوقف عندها كثيرا داخل هذا الكتاب. أماني أهلا بك. أهلا بيك، سعيدة أن أنا أكون معاكم النهاردة. أهلا بيك. ومن خلال حبك الأدب الساخر، مين اللي حببك في الكتابة الساخرة؟ هو في البداية أنا كتاباتي ما كانتش أبدا أدب ساخر. يعني أنا بدأت أكتب مثلا من أيام ثانوية عامة، وخدت كورس تكوين صحفي في أحد الجرائد. من هنا بدأت الانطلاقة، ابتديت أكون معنية كأحد الشباب المصريين، ابتديت أكون معنية بالشأن اللي حواليا، وتحديدا الشأن السياسي اللي هو بالتدريج أو يعني بالتبعية بيأثر على الشأن الاجتماعي. من هنا بدأت أكتب، كانت كتاباتي في الأول قصيرة على أخبار صحفية وكتابات سياسية، لكن يعني ملتحم مباشرة بالقضايا وبالحدث إلى حد كبير. بعد كده ابتديت حاولت تنشريها؟ فعلا نشرتها في أكتر من جريدة، بس تحديدا كنت بنشر في موقع أو جريدة الأقباط المتحدون الإلكترونية. وأقباط هنا يعني مصريين، تمام. يعني عشان نحطها بين قوسين، لأن في المصري بمعناه الجميل وبمعناه الواسع هو معنى ومفهوم واسع وشامل. خلينا نرجع لمؤاخذة، يا مصر. طب انا عايزه اقول انا ازاي ابتديت الكتابه الساخره. الكتابه الساخره بدات عندي تحديدا منذ سنتين، واللي اكتشف دوت هو المهندس عزت بولس، هو رئيس التحرير. قال لي اكتبي كتابات ساخره وهنخصص لك باب هتتكلمي فيه بشكل اسبوعي، مقال اسبوعي بشكل ساخر. انا ما كنتش مكتشفه ده في نفسي خالص، ولكن بالفعل ابتديت ان انا اكتب الكتابات دي، ولقيت ان الجمهور او الناس بتتفاعل معاها، ومنهم اللي بيعلقوا، ومنهم كمان اللي بيبعتوا ايميلات، ومن هنا كانت البدايه والانطلاق. خلينا نقول برضو قبل ما نخش الكتاب، درست التاريخ قد ايه كانت موجودة وبعد اضاف لك في الكتابة بتاعتك؟ تمام. هو طبعا اكيد التاريخ بيأثر واثر في النهاية. اول كان ليه وجود معاكي في الكتاب؟ ليه وجود، بس علشان يعني اكون صادقة اكتر، لا ما كانش ليه وجود قوي قد ما حكيت على الشكل الاجتماعي. لكن طبعا التاريخ اثر في ان لما تعرف تاريخ المصري زمان قد ايه كان عظيم، قد ايه كان صاحب حضاره، كان مبدع ومبتكر في كل المجالات، وبعدين تلاقيه فجاه الحال اتبدل تماما، فهنا بتكون في علامات استفهام كتير. لكن تاثرت اكتر بالشأن الاجتماعي، يعني كان الشارع المصري والمواطن المصري البسيط هو الحافز الاساسي بالنسبه لي، اللي كان دايما بيعمل لي محفزات عقليه ومثيرات ان انا ابتدي اكتب. اذا المواطن المصري هو بطل لا مؤاخذه يا مصر، دي حقيقة. هو عنوان هذا الكتاب، ويمكن الغلاف بإلقاء نظرة سريعة نقدر نقول معبر جدا. إلى أي مدى كان الاختيار أو كانت البدائل المطروحة؟ أول حاجة لو هنتكلم عن العنوان، لا مؤاخذة يا مصر، هي كلمة لا مؤاخذة كلمة عامية قوي، يعني بيستخدموها عامة الشعب لما تيجي مثلا هتكون هتزم في حد أو هتقول حاجة أو تستدرك حاجة كده، يمكن ما تناسبش اللي موجود، ما تأخذنيش في الكلمة دي مثلا. بالظبط. فانا بعتبر ان مصر امي، فانا بقول لها لا مؤاخذه يا امي، انا هقول فيكي شويه سلبيات، بس مش بغرض الفتح والتعريه قد ما بغرض انه جرس انذار ننتبه، نبتدي نحاول نحلها ونتحرك. الغلاف هو يعني بيمثل مصر، وان هي ست جميله وعلى راسها الاهرامات تاج، ان الاصل الفرعوني المصري، لكنها يعني مديه ظهرها للمواطن المصري، يمكن هي مش قادره تقدم له مساعده، والمواطن بيصرخ من شدة الألم، كل جسمه باين عليه قوي علامات الفقر المدقع، كمان ومسمار في لسانه، مش قادر يتكلم، وإيد الداخلية وراه، وتحتيها آلات التعذيب. يعني ندخل بقى في عناوين الفصول جوه، ونشوف هذا المواطن البسيط اللي هو بطل محوري داخل الكتاب. خلينا نقول انتهيتي من الكتاب امتى؟
انت طبعا خد وقت كبير، كل شويه انت مصطدمه بعراقيل، بمشاكل، بمواقف، لقطات موجوده في كل لحظه، حين الواحد بيقف كان بيقف قدامها لا عايزين نحل ده، عايزين احل، عايز احل المشكله دي. ليه ما تتحلش؟ ليه ما يبقاش في ناس عندها رؤيه تحل لنا مشاكل كتيره والشعب يستجيب؟ وده اللي انا حاولت اعمله في الكتاب، حاولت ان انبه يا جماعه في مشاكل احنا لازم نبتدي نحلها. وزي ما قلت كان المواطن المصري وتحديدا المواطن البسيط هو البطل بتاع الكتاب، يعني اول مقاله فيه اللي هي يوميات مواطن مبسوط قوي، يعني البطل بتاع القصه هو شخصيه مصريه اسمه سعيد مسعد ابو السعد. طبعا الاسم فيه اسقاط على حاله السعاده الغامره اللي كان بيعيشها المصري وما زال، وعن مدى المعاناة اللي هو بيجدها في حياته اليومية بشكل يومي، بدءا من أول ما يصحى الصبح وطوابير العيش، وإن هو يبتدي يفكر في لقمة عيشه هيجيبها إزاي ومنين، والحياة، ولو صدفه مثلا إن حصل مرض أو مناسبة، كل العراقيل ديت المادية والاقتصادية والاجتماعية اللي بتصادفه. الهلوسات الواقعية اللي دي بتتمثل في إيه؟ يعني إيه الهلوسات الواقعية اللي كانت بتنتبه المواطن المصري البسيط الكادح من خلال رؤية ساخرة جدا؟ يمكن احنا كنا بنشوف في نقطة برضو كده نتكلم عنها سريعا، ان كان معظم الكتابات الساخرة اللي فيها سخرية قصيرة على زي ما بنقول الأدب أو القلم الذكوري أو الكتابة الذكورية. خلينا نقول قليل من الفتيات أو من الكاتبات كانت بتخش أو تدخل المجال ده. أعتقد دي فرصة ان القاعدة تتسع بالنسبة لمشاركة الكاتبات. بالطبع أكيد. بتقري كتير غير الشبان في الكتابة؟ هو أو بتلاحظ إنها موجودة؟ اتأثرت طبعا بكتابات محمود السعداني، وكمان بحب قوي كتابات صلاح جاهين. من جيل الشباب قريت لأشرف توفيق ومحمود العسيلي. طب كاتبات لقيتي؟ كاتبات ساخرات؟ ما أنا عايز أشوف يعني الرفض اللي هو إيه بيبان في علامات الوجه يعني ممكن كتاب لسحر غريب اللي هو حماتي ملاك. وهي كانت بتحكي فيه بشكل واقعي عن تجربة جوازها، وبتصف فيه حماتها ببعض السلوكيات يعني اللي فعلا عندنا قلة في الكاتبات الساخرات اعتقد الى حد ما، بس في الوقت الجاي اعتقد هيظهر كتير كاتبات ساخرات، لانه اتجاه دلوقتي مستحب لدى كثيرين يعني. زحمة يا دنيا لحمة، ووسائل المواصلات ووسائل التعذيب. خلينا نقول الهلوسات بقى، ايه الهلوسات اللي بتنتاب المواطن المصري البسيط زي ما انت شايفاها جوه الكتاب؟ الهلوسات اللي بتنتابه هي حاجات كتير. يعني بيحكي عن وسائل المواصلات اللي هي بقت شبه وسائل تعذيب، وانه حتى يعني ذكرت في احد المقالات انه ممكن بعد كده يعملوها احد وسائل التعذيب داخل الاقسام، هتجاوب يعني هتعترف بالجريمه دي ولا نركبك الاتوبيس ولا هنركبك القطر حسب يعني مدى او يعني مدى الجريمه اللي هو مرتكبها. في مثلا كمان التحرش، بما اني بنت اتكلمت شويه عن بعض المشاكل اللي هي بتواجه البنات في الشارع. متحرشون بلا حدود. متحرشون فعلا بلا حدود. واللي هي بعد الثوره ده عنوان داخل الكتاب. يعني انا اقترحت ان هم فعلا يعملوا مؤسسه متحرشون بلا حدود، على اعتبار انه هتضم مجموعه كبيره من الشباب، وده انا اعتقدت انه بعد الثوره انه هيختفي، لكن اعتقد ان هو بقى متواجد في الشارع وبقوه وباكثر شراسه من الاول. متى قررتي طباعه الكتاب؟ امتى قررتي انك يعني قرار جريء على فكره، والبعض قد يراه قرار بسيط وسهل، ولكن انك تصدري كتاب في حسابات كتيره، كانت ايه حساباتك وانت بتفكري او تصدري قرار طباعه كتاب؟ في البدايه ما كانتش الفكره في دماغي ان انا اعمل المقالات في شكل كتاب، ولكن بعض الكتاب اللي هم بيكتبوا ادب ساخر ومنهم الاديب موسى نجيب موسى، لقيته يعني بيقترح عليا الروائي اقترح عليا انه ليه ما تجمعيش المقالات دي في كتاب بشكل منقح، لان هي بالفعل جميله على حد تعبيره، وانه يعني هتجد يعني وسيله انتشار اكتر وهتتسمع اكتر. ومن هنا كانت البدايه، وفعلا يعني من ساعتها قررت بقى ان انا ايه المقالات دي اجمع المناسب منها وبشكل منقح وتجمع في كتاب. طبعا فرصه ان احنا نسمع الاسلوب الساخر عندك في الكتابه، تختاري لنا نص كده او سطور معينه تقراها لنا من خلال نعرف حتى الاسلوب الساخر، لان سهل جدا ان الانسان يجعل او يبكي من امامه، اما ان يضحكه فالموضوع قد يبدو صعب. اخترت لنا ايه؟
هو ممكن مثلا في مقالة بعنوانها الوساطة واقعية إلى المواطن المصري السعيد الحزين الهمام الكسلان الحر واللي تعود ثقافة العبيد والقطعان الكريم البخيل المحب والكاره والحياة والكل اللي حواليه، إلى المواطن المصري الغلبان في كل مكان من أقصى الشمال لأقاصي الجنوب في آخر البلدان. وكانت المقالة دي عبارة عن امتحان بسأل فيه المواطن عن شوية أسئلة بس بشكل كوميدي. في كمان مقالات اجتماعية اتسمت ان هي ساخرة، زي مثلا في بيتنا ضيوف اوف اوف، انه احيانا الضيوف المصريين بيعتادوا ان هم ممكن يجوا من غير ما يدوك اصلا علم، ممكن اللي هو يعني خلاص انت بتنام بقى انا عايز انام يعني قوم ما فيش. وفي الاخر يعني نهيت المقال بان صاحب البيت ادهم مفتاح الشقه انهم اتفضلوا يعني انا ماشي. طب مشاهد تانية، يمكن الكاتب الساخر راصد الوجه الاخر للموقف، الموقف الغير معلن، يعني انا مخنوق من الموقف ده بس مش ما علمتش اني مخنوق منه، ولكن لما تيجي انت تكتبي عنه فبتكتبي الحته اللي ما كانتش واضحه في الكادر او واضحه في المشهد، فده يبدو هنا المفارقه فيبعث على السخريه. ايه المشاهد اللي كنت بتشوفيها في الاسره المصريه؟ المواطن المصري جزء من الاسره المصريه، ايه بعض المشاهد بقى نتعرف عليها؟ هي في مقاله هنا اسمها مشاهد مصريه، اتخذت يعني عملت فيهم حوالي 7 أو 8 مشاهد. يعني اكتر مشهد دلوقتي عالق في ذهني هو انه بتصحى الاسره المصريه دي الصبح الكل بيتكالب على الفطار اللي هو طبعا كالعاده فول وطعميه. لو جاهزه ممكن تقري لنا جزء منها يعني عشان نشوف الاسره المصريه، الحوار الصباحي بقى وقد يتكرر في المساء بس بشكل تاني. يأتي صباح يوم جديد يستيقظ الجميع يتعاركون على تلبية نداء الطبيعة ويستعد الأولاد للذهاب لمدارسهم وبدء رحلة الغباء، يستعد الأب للذهاب لشغله وبدء رحلة الكفاح، تستعد الأم للتنظيف والطبيخ والشراء وكل ما يحتاجه البيت واللي فيه، الجميع بيستعد لأداء مهامه والكل بيتهرب من المهمة اللي هي الأزلية وهي مهمة طابور العيش. الأم بتذهب للابن علشان تستجدي عطفه ان هو ينزل يجيب العيش فطبعا بيهرب منها، وبتستجدي عطف البنت برضو علشان تنزل تجيب العيش لكنها بتهرب. ينظر الأب شزرا لزوجته متمتما في سره ببعض العبارات غير المفهومة، ثم يجمع أولاده ويقبل كلا منهم ويكتب وصيته وينزل وحده لمواجهة مصيره مع الرغيف والطابور. طبعا قياس رد الفعل مهم جدا مع أول إصدار، أول كتاب بطرحه، أول قصيدة بكتبها ويتقال دي قصيدة، استرد الفعل شفتي قد ايه الكتاب تم نقده على مستوى معين، تم استحسانه بشكل ما؟ طبعا لانه في ندوات اتعملت للكتاب، منها ندوه كانت في مركز الكلمه لحقوق الانسان وندوه كمان في رواق ابن خلدون. النقد اللي اتعرض ليه الكتاب انه شويه كان في مواضيع اتكررت، ولكن هي كانت بغرض التنويه والانذار او ان هي اثرت تكرار الجرس يعني بالظبط. كانت اثرت فيا قوي فعلشان كده، لكن كمان تناولتها باكتر من طريقه يعني باكتر من وجه، مش كل مره بتبقى بنفس الثبات. اعتقد انه كان رد الفعل كويس عليه، وانه في حاجات كتير هي بتشير للواقع ان هو كمان كتاب ينفع لما بعد الثوره. في كمان اختتمته ده صدر يعني كتب قبل الثوره، يعني ده استعراض للمواطن البسيط اللي احنا عايزين شكله يتغير تماما، سلوكه يتغير تماما بعد 25. فكرك شكل او انت مهمومه بايه بالفتره اللي جايه لكي يخرج لنا كتاب اخر او تخرجي لنا كتاب اخر؟ التغيير ودور الاعلام في ان هو يخلي الشعب يبتدي بقى ايه يعني ينهض ويقوم، لانه احنا عانينا فتره كبيره من انه الشعب بيعاني من أمية، بنسبة 45% من الشعب عندهم أمية قراءة وكتابة، إلى جانب الأمية أنه ما حدش يعني إحنا مش شعب قارئ تمام. يعني انا معنيه بقى في الوقت الجاي ان الوقت الجاي الاعلام هيمثل دور قوي جدا في ان هو ينهض بالشعب المصري، ان هو يعيد التفكير تاني للمواطن البسيط، لان احنا كمان شعب بنعتمد على الثقافه اللي بالسماع. فالاعلام بالظبط السمع، احنا نسمع اكتر ما نقرا كتير يعني. وده مش مهمه الاعلام بس، وهي كانت مهمه يعني اساسيه عند الاعلام، مهمتي انا، مهمتك، مهمتك انت ككاتبه، مهمه ناس كتيره بنقدر نحتك ونتكلم ونقول عفوا ونوجه. شايفه النهارده وانت ماشيه في الشارع حابه تقولي ايه؟ وانت قاعده بتتكلمي في ندوه حابه تقولي ايه للناس؟ عايزه يعني تصرخي وتقولي ايه؟ حابه اقول لهم ان ارجعوا ل 25 يناير. انا عايزه شعبنا المصري يرجع لسلوكيات 25 يناير،
سلوكيات المسيحي والمسلم ايد واحده، سلوكيات انه ما فيش تحرش بالبنات داخل ميدان مكتظ بالاف وملايين البشر. عايز اقول لهم نرجع لسلوكيات الوحده والمحبه، نرجع نظافه شوارعنا. يعني المظهر الانتماء لمصر بشكل دايماً حقيقي. على فكرة أنا دايما بقول كلمة نظافة شوارعنا، نظافة شوارعنا، لأني قبل ما أتعرف على أي شخص في الشارع للناس اللي جايانا من برة على طول بيشوفوا الشارع ده نظيف ولا مش نظيف، ده بيأثر على ده عنوان، والعنوان بيكون جاذب أو طارد. فدايما خلي عناويننا حلوة، شوارعنا نظيفة، وده مهم جدا. طبعا انا كمان كتبت مقاله عن الموضوع ده، كنت اتاثرت فيها بزياره اوباما للقاهره، وانه اول ما جه كل القاهره لبست اللبس الجديد اللي عندها وبقت في وجه جميل. هي القاهره تستحق، مصر تستحق ان هي تكون في صبها الجميل طول الوقت. احنا مش عايزين دايما احنا نبقى احتفاليين، نبقى في المناسبات بس، احنا عايزين نبقى مش استثنائيين في لحظه، احنا عايزين نبقى ده طبيعه حياه وده نظام يعيشه المصري، لأن المصري دايما عايش في حالة نظام، ولكن حينما تأتي عوامل تعارية تحدث شيء قد لا يناسب، ولكن نتمنى. تتمني إيه؟ بمناسبة الانتماء، أنا كنت برضو كاتبة مقالة اسمها نوبة انتماء، إن الانتماء ده كان زمان بيحصل لنا وقت ماتشات الكورة، كانت بتبقى مصر أمي وأغاني الوطنية وكلنا حابين مصر. وبعد كده ده حتى العلاقات داخل الاستاد كانت علاقات فريدة من نوعها، علاقات فجأة نلاقي نفسنا بنحب بعض واحنا داخل الاستاد. طب يا جماعة، ما يكون الحب ده موجود في الشارع، موجود في الأتوبيس، موجود في الشغل، أكيد إن شاء الله. يمكن علشان كان بيجمعهم هدف، زي وقت الثورة كان بيجمعهم هدف، إحنا عايزين مصر، عايزين مصر ترجع لنا. فالهدف اللي كان مجمعهم كان مخليهم كل واحد متناسي خلافاته الشخصية والبسيطة أو الحاجات دي كلها، وكنا كلنا عندنا هدف قومي كبير. يمكن إحنا محتاجين ده في الوقت الجاي، محتاجين إن إحنا يبقى عندنا هدف مصر، عايزين نطلع بمصر وتبقى فعلا دولة كبيرة بالاسم اللي هي تستحقه. يعني مش بالغني بس، مش بالشعر بس، مش بالكلام بس، ولكن بالعمل والعمل والعمل، وإيد واحدة لا تصفق أو يد واحدة لا تصفق، لابد وأن نصفق جميعا وأن نعمل دائما لمستقبل أكثر إشراقا. أماني موسى بشكرك، ونلتقي إن شاء الله في أو على عنوان مختلف وإصدار جديد. بشكرك وبتمنى لك التوفيق. شكرا. أعزائي المشاهدين، سعدنا بكم طوال هذه الحلقة، نلقاكم غدا ولكن مع فريق عمل جديد ونجوم جدد من شباب مصر، وإلى اللقاء. ثقافية كافية.